أهلا بكم. في اليوم 54 من الغزو الروسي لأوكرانيا ومع التصعيد الذي تشهده عدة مدن أوكرانية خاصة في شرقي البلاد، القوات الروسية شنت 5 هجمات صاروخية استهدفت بعض المناطق في ليفيف غربية أوكرانيا. في ذات السياق قالت الإدارة العسكرية في دنيبرو بيتروفسك إن هجوما صاروخيا روسيا دمر البنية التحتية لسكك الحديد في المدينة. في أوديسا جنوبا قال المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة إن القوات الروسية تخطط لقصف خيرسون، وأن روسيا تسعى لاستخدام قصف خيرسون غطاء من أجل إجراء استفتاء فيها. يأتي هذا في وقت أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن شدة المقاومة الأوكرانية في ماريوبول تبطئ تقدم القوات الروسية في مناطق أخرى من أوكرانيا. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.